خبر آخر معنا من وزارة الداخلية الحقيقة لا يقل أهمية. وزارة الداخلية تشن حملات مكبرة لمواجهة جرائم الأمن العام والمخدرات خلال أسبوع. شنت وزارة الداخلية حملات مكبرة لمواجهة جرائم الأمن العام وكذلك جرائم ترويج الأنواع المختلفة من المواد المخدرة، وحققت وزارة الداخلية نتائج مكبرة في تلك الحملات خلال أسبوع، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بأنواعها المختلفة وعدد كبير من المتهمين. خلونا نشوف تقرير مهم ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 353 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 23 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 211 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 57 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 717 قطعة سلاح ناري أبرزها 68 بندقية آلية ورشاش و87 بندقية و27 مسدسا و534 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و85 خزينة، إضافة ل1118 قطعة سلاح أبيض. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 436,042 حكما قضائيا، من بينهم 1,511 حكم جناية و155,752 حكم حبس و215,778 حكم غرامة و63,001 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 11 متهماً قاموا بارتكاب 23 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 62 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 95 متهماً، كما تم إعادة سيارتين مبلغ بسرقتهما. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 912 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها قرابة 61.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وما يقرب من 171.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت ما يقرب من 21 كيلوغرام، وضبط قرابة 7 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى أكثر من 12 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 10,352 قرص مؤثر و1,198 قرص ترامادول مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 14 مليون جنيه. كما تم ضبط قضيتي غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيهما بقرابة 60 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.